لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الاشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. فلتطمئن الحوامل والوالدات ولا خوف على الصبيان، لن نخوض فيما قيل وما لم يقل بعد في ام الصبيان، تلك التي قيل انها تسقط الاجنه من الارحام وتخطف الصبيان وتضرب قدراتهم البدنيه والعقليه. لن نخوض في تلك الامور. حيث تتلاقى الخرافة بالمعتقد الديني على مسرح اعرق الثقافات الانسانية ملفنا اليوم يعود بنا الى العام الحادي والستين من القرن الماضي كان المغرب قد استقل منذ بضع سنوات في ذلك العام توصلت شرطة العاصمة بعدة شكايات تتعلق باختفاء او خطف او لنقل سرقة رضع حديثي الولادة طرحت على مصالح الشرطة القضائية سبعة ملفات ولم تمكن الابحاث من الوصول الى تفسير للغز لغز اختفاء اولئك الرضع في ذلك العام واحد وستين وألف كان عميد الشرطة الممتاز حميد البغدادي قد عاد قبل اسابيع من دورة تكوين في فرنسا وقد اسند اليه وكيل الملك مهمة البحث والتحقيق في تلك الملفات بعد ان اعفى منها ضابط الشرطه المكلف بالاحداث في تلك السنوات البعيده كانت قضايا سرقه الاطفال تدخل في صلب اختصاصاته انكب العميد الممتاز حميد البغدادي على دراسه تلك الملفات كان يريد ان يطلع على تفاصيلها قبل ان يسند التحريات الميدانيه الى فرقته ركز العميد في دراسته على القواسم المشتركه وما يمثل الاختلاف بين تلك الملفات السبعه التي بدت وكأنها اعجزت المصالح الامنيه. كانت الاسر المكلومه بفقدان مواليدها ساعات بعد الولاده تتهم الاجهزه الامنيه بالعجز. استنتج العميد ان كل العمليات عمليات خطف المواليد تمت في مصحات للخواص هي دور للولاده. في تلك المرحله من تاريخ المغرب كان يرخص للقابلات بمجرد تقديمهن شهادات تكوين بفتح مصحات خاصة للتوليد في الغالب الأعم كانت تلك المصحات تقام في فيلات ومنازل لم تشيد لتكون منشآت طبية. ما استنتجه العميد أيضا أن أيا من دور الولادة تلك لم تشهد تكرارا لعملية الخطف أو السرقة وبدا أن من يقف أو يقفون وراء سرقة المواليد حديثي الولادة يختارون اهدافهم بدقة في الغالب الاعم تكون مستهدفة الحوامل اللواتي تأتين منفردات او اللواتي يتضح ان لا سند قوي لهن اثر تلك الدراسة المتفحصة للملفات المطروحة اوكل العميد البغدادي الى اعضاء فرقته مهمة اولى تمثلت في زيارة المصحات التي شهدت اختفاء أو سرقة المواليد حديثي الولادة، وحصر لوائح تتضمن أسماء العاملين في تلك المصحات من قابلات وممرضات وغيرهن، وقد كشفت تلك اللوائح أن ممرضات كثيرات لا تعملن بشكل دائم في تلك المصحات، بل كن من ممرضات الصحة العمومية، وتعملن بشكل دوري أثناء العطل الأسبوعية، وفي أوقات الراحة في تلك المصحات، ودور الولادة الخاصة. كان يتحتم تنقيط كل تلك الأسماء التي جاء بها الباحثون، لم يكن ضمنها أي من الأسماء المعروفة لدى الدوائر الأمنية. استرعى اهتمام الباحثين، اسم ممرضه واحده اسمها فاطمه الهواج وكانت حاضره في كل المصحات وفي كل يوم اختفى فيه مولود حديث الولاده كان حضورها ذاك يكفي ليضعها موضع شبهه قرر العميد وضعها تحت المراقبه استمر الحال كذلك شهرا او ما يزيد دون ان يتمكن الباحثون من رصد ما يمكن الاعتماد عليه لالقاء القبض عليها كانت التحريات التي اجريت حول المراه قد افادت بانها تشتغل بشكل دوري مع دور الولاده، وقد راى الباحثون ان ذلك ما جعلها تتواجد في مؤسسات مختلفه. ومع ان الشكوك حولها قويه فقد لا يستبعد ان تكون الصدفه والصدفه فقط هي التي جعلتها توجد في المصحات التي عرفت اختفاء مواليد حديثها الولاده وفي اللحظات التي اختفى فيها أولئك الأطفال بعد أكثر من شهر شهدت فاطمة الهواج مساء الرابع والعشرين من غشت من العام واحد وستين وهي تدخل إحدى دور الولادة كانت في جملة دور الولادة التي لم تنلها سرقة للمواليد وكانت تديرها مواطنة فرنسية تقدم بها العمر كانت قابلة معروفة في الرباط وبسبب سنها المتقدم صارت تقصر عملها على فحص الحوامل ثم توكل مهمه التوليد الى قابلات وممرضات كن يعملن لديها لقاء نسبه معلومه من كلفه كل عمليه توليد في جمله اولئك كانت الممرضه فاطمه الهواش. كانت الساعه قد تجاوزت الثامنه مساء. ما أن أبلغ العميد البغدادي بدخولها المصحة حتى أصدر تعليماته إلى كل أفراد فرقته لتكثيف المراقبة على دار الولادة تلك ودون إثارة الانتباه. بعد ساعة، وصلت إلى باب دار الولادة سيارة أجرة. نزلت منها امرأة حامل كانت وحيدة. فتح باب دار الولادة ودخلت المرأة. كان العميد البغدادي قد انتقل الى جوار المكان وكان على متن سيارة مموهة يتابع عن كثب ظلت غرف عدة في البناية مضاءة وفي حدود الثانية صباحا شاهد المراقبون سيارة فاخرة تصل الى جوار دار الولادة ثم خرجت فاطمة الهواج وهي تحمل تحت معطفها ما بدا رضيعا سلمته لامرأة كانت على متن السيارة ثم عادت الى الداخل تحركت السياره الفارهه اعطى العميد تعليمات الى رجاله بالابقاء على مراقبتهم لدار الولاده ثم تتبع السياره توجهت الى حي اجدان في زنقه فرنسا دخلت احدى الفيلات اوكل العميد الى بعض مساعديه مراقبه تلك الفيلا وقد ابلغوه انه ما ان انبلج الصبح حتى سمعت الزغاريد تاتي من الداخل. كان الناس يحتفلون فيما يبدو بحدث سعيد. وكان العميد البغدادي قد اتصل برئيسه وساله ما اذا كان بامكانه ان يقتحم الفيلا، ولكن الرئيس لم يوافق وامره بالتريث والابقاء على المراقبه. علم الباحثون ان تلك الفيلا هي سكن لاحد الاعيان يدعى مراد المرابط. وكان رئيس المصلحة الاقليمية للشرطة القضائية على معرفة بالرجل وارتأى ان يتصل به هاتفيا زعم انه اتصل به ليهنئه بالمولود الجديد لم يخف السيد المرابط استغرابه لتلك المكالمة الهاتفية من مسؤول امني ومع ذلك فإن رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية علم أشياء من الرجل إذ قال له بما بدا عفوية أن عائلته احتفلت بمولود ذكر ازدان به فراش ولده. مضى الرجل إلى أن ذلك المولود أعاد لم الشمل، فقد كانت زوجة ابنه قد هاجرت بيت الزوجية وعادت إلى أهلها، لم تكن تستسيغ أن يعيرها زوجها بأنها لا تلد سوى البنات، وقد رزق ثلاث بنات، ولما وضعته ذكرًا ارسلت في طلب زوجها لتباهيه تلقى العميد البغدادي الامر بان يحول نظره عن تلك الفيلا في زنقة فرنسا ولكن التعليمات كانت واضحة عليه ان يشدد المراقبة على الممرضة فاطمة الهواج في سياق التحريات حولها علم الباحثون ان دخلها الشهري لا يتجاوز الف درهم ومع ذلك فانها كانت لا ترتدي من الثياب الا فاخرها كما انها تملك سياره امريكيه الطراز كانت فاطمه تسكن شقه فخمه في عماره بحي اجدال علم المحققون ايضا ان تلك الممرضه لم تكن متزوجه وكانت تستقبل بشكل شبه منتظم نساء كثيرات اجنبيات كن تقمن عندها اسبوعا او اسبوعين ثم تختفين ذلك ما قاله بواب العماره كل تلك المعلومات كانت تصب باتجاه المزيد من الشك في فاطمة الهواج ومع ذلك فإن العميد حميد البغدادي ظل يفضل التريث في السابع من شتنبر شهدت المرأة وهي تدخل مصحة للولادة في حي حسان هذه المرة كانت الساعة تشير الى السادسة مساء في التاسعة اغلقت ابواب المصحة بعد ان غادر اخر الزوار كانت فاطمة ستمضي ليلة في المداومة فيما يبدو ولذلك رابط حول المصحة عدد من رجال الأمن. في العاشرة جاءت امرأة حامل، كان يغالبها المخاض وكانت وحيدة. فتحت الممرضة الباب وأدخلتها. لم يحدث بعد ذلك ما يلفت الانتباه. وفي حدود الثالثة صباحا، وصلت سيارة سوداء. نزلت منها امراة وتوجهت الى الباب الخلفي للمصحة. بعد دقائق عادت الى السيارة وهي تحمل ما بدا مولودا. ركبت وانطلقت. تبعتها سيارة مموهة كان على متنها مفتشان. أخذت السيارة السوداء وجهة حي أجدال، وقد استغرب المفتشان أنها قصدت العمارة حيث تقطن الممرضة. لما نزلت المرأة من السيارة سمع صراخ المولود وتاكد للمفتشين ان الامر يتعلق بسرقه مولود حديث الولاده ابلغ العميد البغدادى بتلك المستجدات وحضر على الفور الى حي اجدال امر اعوانه بالابقاء على المراقبه في السابعه صباحا تلقت قاعه المواصلات بمفوضيه الشرطه مكالمه تبلغ عن اختفاء مولود بعيد الوضع في مصحة بحي حسان. توجه العميد إلى المصحة. استجوب النفساء التي كانت في حالة انهيار لفرط صدمتها وتعمد أن يكتب المحضر بخط يده. لما سأل الممرضة فاطمة أجابت بأنها نامت بعد الجهد الذي بذلته في توليد تلك المرأة. سجل أقوالها وطلب منها أن توقع على المحضر. ثم دعاها لترافقه الى المفوضيه. اركبها سيارته، وقد فاجاها لما اخذ وجهه شقتها. قال لها انه يريد تفتيشها، وكانت تحاول ان تحول بينه وذلك، مدعيه ان لا شيء في تلك الشقه، ولكن العميد كان مصرا. دخل الشقه، في الصالون، كانت تجلس ثلاث نسوة اجنبيات. وقد حملت إحداهن الوليدة في حضنها. ادعت المرأة أنه ابنها بينما تلكأت الممرضة. كان العميد البغدادي واثقا الآن من أنه تمكن من أن يجمع كل الأدلة التي تثبت تورط الممرضة فاطمة الهواج في سرقة المواليد من دور الولادة. لم يكن هناك متسع آخر للمراوغة. اعترفت بأنها باعت المولود لتلك الأجنبية لقاء قدر من المال. قالت إن الصفقة كانت تقتضي توفير وثائق رسمية تثبت أن التي اشترت المولود هي التي وضعته. وذلك حتى تتمكن من إدراجه في سجلات الحالة المدنية. ألقي القبض على فاطمة الهواج وأحيلت على القضاء. تبين من اعترافاتها أنها باعت أكثر من سبعة مواليد. وأن أغلبهم غادروا إلى بلدان أوروبية. استغرق البحث زهاء ثلاثة أشهر، بعدها فقط تمكنت شرطة الرباط من إقفال واحد من الملفات التي هزت الرأي العام في العام 61 900